السلام عليكم، معك أحمد علي من كلية البيئة الصناعية. هذه سؤال في مادة السيجنال أند سيستم، طالب مننا أن نسوي كونفلوجن بين الـ XFT والـ HFT. معادلة الـ XFT هذه طبعا زي ما نشوفها هنا، اليو معناتها أنه ما في أي قيم قبل الزيرو، كلها من الزيرو، والأمبليتود واحد إلى موجب ما لا نهاية. لكن بما أنه هنا في شيفتنج بمقدار ماينس 1، بنتحرك درجة واحدة إلى اليمين، بدل ما نبدأ من صفر بنبدأ من واحد موجب ما لا نهاية. ال HFT هذه رسمتها طبعا ديكيلينج للأسفل، ولكن من خطوات الكونفلوجن ان نحول من HFT الى HFTAU، فبنحول من HFT الى HFTAU، بتنزل الرسمة زي ما هي، ثم بنسوي فليبينج، فبنحول من HFTAU الى HF-TAU، بنسوي فليبينج، ثم بنسوي شيفتنج بمقدار T، ايا يكن المقدار، هنا بمقدار T. الكونفلوجن متى يكون او الاوفرلابينج؟ لما تتقاطع هذه الاكس اوف تي مع الاتش اوف تي ماينس تاو. لما اسوي شيفتنج او احرك الاتش اوف تي الى واحد او عدد اكبر من واحد، التي يكون واحد او اكبر من واحد، هنا يبدا الاوفرلابينج او الكونفلوجن، ويطلع لنا هنا بقيمه. هنا لا يكون في ابدا اي قيمه، وهنا ما يكون ابدا في هنا اي قيمه، لانه هنا الاتش اوف تي ماينس تاو بصفر، وهنا اليو اوف تي ماينس 1 بصفر. تمام، هذا قانوننا في الكونفلوجن في الكونتينيوس تايم، حيكون عباره عن اتش اوف اكس اوف تاو ملتبلاي في اتش اوف تي ماينس تاو، والانتجريشن حيكون للتاو دي تاو، الحدود من ماينس انفينيتي الى انفينيتي. وبما ان زي ما قلنا قبل شويه انه اذا كانت تي اصغر من واحد فبتكون بصفر، والى تي اقل عنده، فاحنا بنبدا من واحد الى تي، فهذه هي الحدود عندنا من واحد الى تي، الاكس اوف تاو بواحد، وهنا هذه هي معادلة الـ H of T minus tau. طبعا شرحنا ليش صارت T minus tau، حل الانتجريشن هذا هو، هذه هي القيمة اللي بتطلع لنا ملتبلا طبعا الـ U of T اللي هي represent لـ T أصغر من الواحد، لما T تكون أقل من الواحد حيطلع لنا بصفر. وهنا أيضا طريقة ثانية لحل المسألة، هي نفسها الافتراض اللي احنا افترضناه هنا، ولكن الـ G of T هذه هي قيمتها. وشكرا لكم.